نبا عاجل الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد جلسه مباحثات ثنائيه مع رئيس وزراء المجر بمقر رئاسه الوزراء صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه مرة أخرى في نبأ عاجل الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر بمقر رئاسة الوزراء صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية